تم تنصيب الرتل المتحرك الخاص بمكافحة حرائق الغابات من طرف الأمين العام لولاية قسنطينة بالوحدة الرئيسية بالمدينة الجديدة علي منجلي، وبحضور مدير الحماية المدنية العقيد دراج أحمد، مدير المصالح الفلاحية ومحافظ الغابات، حيث تفقد الأمين العام جناح خاص بالخريطة العملية الخاصة بحرائق الغابات وكد العتاد والتعداد المسخر لهذه العملية، كما أعطى الانطلاقة الفعلية للرتل المتحرك. تقريرا في الموضوع للزميل برحلة شمس الدين. السلطات العمومية قررت إنشاء هذا الرتل على مستوى قسنطينة المخصص لمكافحة حرائق الغابات، وإن كان ولاية قسنطينة ليست ولاية غابية، فيها 28 ألف هكتار من الغابات، لكن أهمية هذا الرتل هو فيما يخص مكافحة حرائق الغابات الخاصة بالمحاصيل الزراعية. أن هذا الرتل راح يكون دعم أكيد لجهاز التدخل، حيث أنه يحتوي على 9 آليات تدخل إضافة إلى وسائل اتصال سيارة الإسعاف وسيارة قيادة. نظن بهذا الرتل أننا نستطيع أننا نواجه ولاية قسنطينة اللي هي يعني المخاطر التي تحدق بولاية قسنطينة فيما يخص حرق الغابات. ومسرورين بهذا الرتل الذي يقدم لنا دعما من أجل حماية الثروة الغابية وكذلك من المحاصيل الزراعية، ونحن دائما في التنسيق التام مع الحماية المدنية التي نحن نعمل سويا في إطار الحماية على هذه الثروة النباتية التي يجب على الكل الحفاظ عليها.